عبد المجيد تبون وسط غموض إعلامي على نيته. من يحكم الجزائر؟ هاشتاغ ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي، عبره يتساءل المغردون عن رئيس بلادهم عبد المجيد تبون بعد اختفاء دام شهرا تقريبا بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله للعلاج في ألمانيا. من بين هذه التعليقات نقرأ: من حق كل جزائري أن يسأل أين رئيسه إذا مات بعد الشر، أو عن حالته على أحد الوزراء أن يتكلم ويقول إنه كذا أو كذا، ليس أن يسكت كأن شيئا لا يحدث. افهموا، نحن عشنا 6 أشهر أو ممكن أكثر بلا رئيس، ويجي رئيس جديد ويختفي. السخرية كالعادة ميزت بعض التعليقات. إسلام يقول: بصوبة كان يحلم برئيس يمشي، جابوله رئيس اختفى من على وجه الأرض. حاول البعض الرد على السؤال المحير من يحكم الجزائر بطريقة مضحكة أيضا، فقال كامل: الرئيس تبون الفيديو تيلي تخافاي، أي يعمل عن بعد كحال الكثيرين بسبب جائحة كورونا. أما أسمى فتوقعت أن يكون الكادغ أو الإطار هو الذي يحكم البلاد. سيناريو الكادغ أو الإطار تكرر في أكثر من تغريدة. إسحاق يأمل ألا يتكرر سيناريو الكادغ مرة أخرى، وبالعباسي يقول: هنحن نعود لنقطة الصفر، أي شغور السلطة الذي حدث إبان دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عديدة في الخارج بعد إصابته بجلطة دماغية، وكان إطار يحمل صورته يحل محله في بعض الفعاليات الرسمية في الجزائر.